الجيش السوداني يعلن إعادة سيطرته على منطقة جبل مويا بعد أكثر من 3 أشهر على سيطرة قوات الدعم السريع عليها. جبل مويا منطقة تقع على بعد 296 كيلومتراً جنوبي الخرطوم، وهي واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في الحرب الحالية، حيث تربط بين ولايات سونار والنيل الأبيض والجزيرة والنيل الأزرق، بجانب أهميتها الاقتصادية كونها تضم موارد طبيعية مثل المعادن وعيون المياه الجوفية، ولذلك سميت بمويا. كما تمتلك المنطقة تاريخاً سياسياً وعسكرياً هاماً، حيث كانت قاعدة عسكرية أثناء الحكم العثماني ونقطة مراقبة استراتيجية أثناء الاستعمار البريطاني، بجانب كونها الآن قاعدة عسكرية مهمة للجيش السوداني. ووفقاً للتقارير، ستساهم استعادة الجيش لها في انسياب حركة السلع التجارية من ميناء بورت سودان إلى النيل الأبيض بوسط البلاد.